السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم دكتور مكاوي. اليوم ان شاء الله راح نبداو سيري جديده تاع لي فيديو سموها طبايع شينا. هذه طبايع شينا اش هي؟ ربي مش هي اللي تاعها، سكو كاين بزاف صوالح نديروهم للاسف في حياتنا بلا ما نفيقو، صوالح ما فيهم حتى فايده لا فكريه لا دينيه لا ماديه لا والو، وهكاك ندو منهم ذنوب كبيره بزاف. صراحه كيما راك في فيسبوك دروك ولا في اليوتيوب تتفرج فيديو ومن بعد تكتب تعليق تزعق على السيد اللي يدير الفيديو ولا تعايره ولا تدخل له في النيه تاعه، الوغ داك التعليق معناه حتى فايده عندك يعني يمشي عليك سيئات كبيره. كل انسان يشوف داك التعليق غادي تدي من عنده سيئة، تدي معه سيئه، وداك الانسان غادي يتلاقاك عند ربي يدي عليك سيئه. فهذه طبعا الفكره تاع يعني هذه طبيعة شيله، الاشياء اللي نديروها ما عندهاش فايده كبيره وفيها سيئات كبيره، صح؟ يعني كيف جاتني الفكره؟ البارح كنت عند الشيخ تاعي الطبيبي مختار ربي يحفظه ان شاء الله في رزيو، في الزريبه هذيك اللي صورت لكم فيها تاع الفيديو تاع تشينا ولا مانداري ولا اللي جات. يعني دائما ندي من عنده فوائد، يعني فوائد جمة من الفائده تاع البارح. جاتني هذه الفكره، كان يعني قصه ربما بزاف ناس ما يهتموش، بصح هذا الخطا للاسف يوقعوا فيه بزاف المتدينين ويوقعوا فيه كاع الناس. فكنا مريحين وهدى الله واحد صاحبه على واحد كان يعرفوه ودخل تشيع يعني ولا شيعي، قال له هذه فلان راه يهضر في يزيد بن معاويه وراه يهضر في الحجاج بن يوسف وراه يهضر في معاويه وراه منا. الشيخ عطانا زبده وعطانا نصيحه غاليه جدا، هذه الحلقه تاع اليوم اللي هي طبيعه الشينا تاع اللي غادي نهضروا عليها الاولى كاع. فقعد يقول لنا الشيخ تخيلوا هذا انسان راه يهضر في واحد بينه وبينه 13 قرن، بيناتهم 13 قرن ما بيناتهم لا نسوبيه لا دراهم لا ورث لا بيزنس، ما بيناتهم والو، وهكا وعايره ما شافه ما سمع منه، حتى الاخبار اللي يقراها في الكتب معظمها ربما غير صحيحه، ما عندهش عليها دليل قطعي بل هذاك السيد قالها. تتقرا في كتاب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنعنه، فيه يعني اسناد فلان عن فلان عن فلان حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذاك السند كاع فيه يعني رجال، هذوك الرجال عنهم علم كاع سموه علم الجرح والتعديل. ولكن هذه القصص اللي تقراها على الحجاج كما مثلا قصه قتل الحجاج لسعيد بن المسيب، ولا مثلا كاين واحد الصوالح يعني دخلوا فيها العاطفه، وكي دخلوا فيها العاطفه تبدا تسب في هذاك الشخص سواء الحجاج ولا غيرها، ما ندخلوش في التفاصيل. نبي من فضلكم ادوا الفكره العامه للفيديو ماشي التفاصيل هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، قد نكون غلط فيها ولا مش غلط فيها ولكن الفكره هي الصح. ف علاش انت يا دروك عايش في 2023 ولا 2024 تروح تسب واحد عاش في القرن السابع هجري وبال ميلادي وبال كاع عمرك ما سمعتاه ما شفتاه؟ مع ربي يقول لك الايات اللي خصنا نربوا رواحنا عليها، كثير من الايات منها ان قلتم فاعتلوا وقولوا للناس حسنا يا ايها الذين امنوا ان بعض الظن اثم. الانسان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. تدروا تسب واحد يزيد بن معاويه دابا كانت بالي عنده كرامه، يعني ملايين الناس تسبه، غدوة يجي يوم القيامة يوقف عند ربي يلقى ملايين الناس تعطيه في الحسنات تاعها، كرامة هذه ولا ماشي كرامة؟ ف يعني للأسف هذه المشكلة، أنك كي تسب إنسان ولا تنعنه بينك بينه كما قلت لكم شحال من قرن، ولا بينك بينه قارة ولا بينك بينه دولة ولا بينك بينه ولايات. واحد في مروك تروح تسب شعب بأكمله، الشعب المروكي على جال بلوطة ولا الشعب المصري على جال بلوطة، يا جماعة على جال لعبة لعبة لعبة، تروح تسب انت أمة غدوة ما عندك حتى فايدة. دروك المروكيين المصاروة اللي سبيتهم في 2010 في أم درمان، أي سبيتوهم مثلا، شا هي الفايدة تاعكم من داك السب؟ هل داك السب زادكم حاجة في حياتكم؟ هل زاد لكم دراهم؟ هل زاد لكم صحة؟ هل زاد لكم رزق؟ هل زاد لكم أي حاجة؟ بالعكس راهي تعمر لكم في الكون تاع السيئات، هذه الحاجة الوحيدة اللي زادت. فالانسان لازم يخمم مع روحه، كي نهضر هضره ولا نكومونتي كومونتير ولا شاهي الفائده تاعي منها، هذه حاجه الاولى، الفائده العقليه ولا الماديه ولا الدينيه. من بعد يقول لا انا زعما ربي كاين حديث في فضل الله عن يزيد ولا فضل الله عن الحجاج ولا شاهي فائدتك. كاين واحد صاحبي يعني دهشني والله لا دهشني، يحكي لي لا واحد الانسان حيطيست واحد مجمع الفارغين شغل، شا قال لي قال لي هذا سبيسياليتي تاعها شاهية، قال لي ومريح معاه يديرها، قال لي سبيسياليتي تاعها لا حول ولا قوة، سمحوا لي على اللفظ، قال لي متخصص في غشاء البكارة تاع النساء تاع جاراته وجوارينا، هذه فلانة راحت عند الجراح، هذه فلانة زنات، هذه فلانة زنات. تخيلوا هذا الإنسان غدوة عند ربي اش راح يلقى؟ سيئات ومشكلة ما عندها حتى فائدة، ما عندها حتى فائدة للأسف. ف
فهذه أول طبيعة شينا. نتمنى إن شاء الله نكون وضحت شوية أمثلة منها، فيها بزاف صوالح. وكما قلت لكم أهم شيء هي أن ديك الآية نتربوا بها، إن قلتم فاعدلوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم. بزاف آيات مهمة كما هكا، إن شاء الله تدوا الفائدة. ما تحوسوش عليا أنا، ما تحوسوش على التفاصيل تاع الكلام تاعي، حوسوا على الفائدة اللي تدوها من هذا الفيديو. حوس سلك روحك، حوس ما تلعبش بالتيكي تاع الجنة. التيكي تاع الجنة غالي بزاف، ما تلعبش به بحاجة ما فيها تفايدة. صحيح، إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.